والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الطرف الآخر بقى، الذين يستمسكون بالكتاب ويعملون بما فيه من العقائد والأحكام والأوامر ويجتنبون النواهي. عنده الكتاب منهج حياة، وأقاموا الصلاة. يبقى إخواننا قرآننا ليس آيات تتلى. لسه النهاردة واحدة بتسألني إن واحدة زميلتها بتجهز بنتها، فهي لسه مجهزة الابن الأكبر، فطبعا خلصت الفلوس عليه، فخطيب البنت التانية بقى مديهم مهلة سنة عشان يدخلوا، فهي معاش فلوس. فبتقول لي هل يجوز لها تقترض من البنك؟ طبعا أنا قلت لها يعني تجهز البنت وتخش النار، هذا القرض ربا صريح واضح، جهة غنية بتدي لك الفلوس ومستغل حاجتك وعايزة منك الفلوس بالزيادة، ايه ممكن ما يبقاش ربا غير هذه الصورة؟ صورة واضحة جدا. هقول لك، وقلت لها ايه؟ قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قالت إيه؟ حرب من الله ورسوله؟ أنا أول مرة أسمع هذا الوعيد، معنى الكلام يعني. فتعجبت، قلت الناس دي بتقرأ قرآن في رمضان وبتقرأ قرآن، وممكن ما لفتش نظرها أبدا الوعيد الشديد اللي في أهل الربا. قالت لي حرب. حسيت منها اللي هي خافت جدا، مع ان هي بتسال عن حد، بس سبحان الله لما الناس تتعامل مع القران بشكل عملي، يعني واخدين الاحكام عشان يعملوا بيها مش مجرد تلاوه تقرا دون تدبر، هيتغير حال كتير منهم. بس للاسف كتير مننا بيقرا ولا ايه؟ ولا يتدبر. أما بقى موضوع الضرورة، أنا قلت لها برضو الضرورة يا إخوانا مش اللي أنا جاهز بنتي، خلاص أنا معيش وما قدرتش أجهز بنتي. ناس كتير عايشين من غير جواز وقادرين يعيشوا مش بيموتوا يعني، زي برضو اللي ياخد قرض علشان يتملك شقة. أقول لك لا، ناس كتير أبائنا وأجدادنا عاشوا في شقق إيجار وعاشوا وماتوا ومفيش اي مشاكل، في صعوبه انما امتى يبقى في ضروره؟ واحد مش لاقي ياكل، هيموت من الجوع، واخد بالك؟ واحد هيهلك، واحد قاعد في الشارع مفيش اي مأوى له. ودي كمان يحددها العلماء، مش انت اللي تفتي نفسك، هو اللي يقول لك ان الحاله دي ضروره عشان تستبيح ما حرم الله ام لا. ولذلك قلت لك كتير، واحد في صحراء مش لاقي ياكل وفي ميتة قدامه، ياكلها؟ لا ما ياكلهاش لغاية ما يجوع، مش ده حرام؟ طيب أنا جوعت أكلها أو هو جاع؟ لا، لغاية ما تشرف على الهلاك، يعني لو ما أكلتش هتموت، مش مجرد ما. طيب أنا أكلت منها أكل لما أشبع؟ قال لك لا، تاكل بما يسد عنك الهلاك. شايف الضرورة ضيقة ازاي؟ مش كل حاجة ضرورة ضرورة، الواد نفسه في عربية ضرورة، مش عارفين نعمل ايه ضرورة. لا يا اخوانا، انت بترتكب المحرم، والمحرم ابيح فقط في حالة الضرورة، وفي فرق بين الضرورة والحاجة، محتاج حاجة دي شيء، والضروري شيء اخر. ضروري حاجة تحفظ بيها نفسك وحياتك، شوكة في زوري ومش قدامي إلا إزازة خمر وحموت أهو، فأشرب الخمر عشان أسلك زوري، مش عشان مجهد شوية ومش مركز شوية. لا، هنا الضرورة. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، ودايما تلاقي في الأمر بالصلاة الأمر بإقامة الصلاة،
لأن هي مش ركعات تركع وخلاص على كده. فالأمر بإقامة الصلاة هو أمر بالحفاظ على الصلاة وعلى أوقات الصلاة. يبقى احنا ما نتعودش نصلي الفجر بعد الشروق ونقول احنا كده بنقيم الصلاة، لا، ده لما ربنا قال الصلاة بدون إقامة قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هم بيصلوا بس ليه ليهم ويل وعذاب؟ عشان ساهون عن أوقات الصلاة. يبقى مش أصلي بقى ويعني الحمد لله كده قوي بقى أهو، لا، لازم صلي صح، صلي في الأوقات اللي ربنا أمر بها، تحافظ على أركان الصلاة، مش تنقر الصلاة وما تقيمش صلبك بين الركوع والسجود كما يفعل الكثيرون، وتخشع في الصلاة. يبقى الصلاة مش مجرد ركعات وخلاص وشلناها من على ظهرنا، لا، الصلاة إقامة الصلاة. وربنا أثنى على هؤلاء، والذين يمسكون يعني يستمسكون، وأقاموا الصلاة، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ربنا مش هيضيع أجرهم، أجرهم محفوظ ويجازيهم الله على ذلك. اوعى تفتكر مشيك في الظلام عشان تصلي الفجر يضيع عند الله عز وجل، ولو من 30 سنة محفوظ ليك ومكتوب ليك مجهودك، وانت بتصحى وانت تعبان وعمال يعني تفرك في عينيك عشان تفوق، محفوظ هذا المجهود عند الله عز وجل. تركك لما تحب، عايز تنام بس مستني العصر فاضله 10 دقايق فمش هينفع انام، وبتستنى وتقوم تصلي فممكن النوم يروح من عينك فمتعرفش تنام، ده مجهود محفوظ عند الله عز وجل. ربنا لا يضيع أجر المصلحين. وشوف قال المصلحين ما قالش الصالحين، لأنك لن تكون صالحا إلا بإصلاح من حولك. يعني ما ينفعش أبقى صالح وفي حالي، لازم لا أتقي الله، خاف الله، طب صلي، طب نصوم، طب إيه رأيكم نعمل كذا، لازم ندعو إلى الله. خلي بالك الآية جاية بعد الآيات اللي فيها الناس اللي هلكت لأنهم سكتوا، وده قلنا القول الراجح. لما في ناس قالت يا أهل السبت أنتوا بتعملوا إيه، أنتوا بتتحايلوا على محارم الله، الناس التالتة قالت سيبوهم لما تعذبون قوما الله مهلكهم، فقالوا لهم معذرة إلى ربكم. فلما جه العذاب أنجينا الذين ينهون عن السوء. فأنت عشان تنجو يوم القيامة كن من المصلحين ولا تكن من الصالحين فحسب، تصلح على قدر الاستطاعة، أولادك، زملائك، إخوانك، أقاربك، واحد ماشي في الشارع، زميلك، لا تكف عن الأمر بالمعروف والدعوة إلى الله. تفضل. عيش الدوية ده هينفع، أنا موجود، أنا ممكن إن أنا أديها المبلغ اللي هي عايزاه وآخد عليها وصف أمانة، بس ترجع لي الفلوس اللي أخدتها تركحهم لي. أنت كحاج عبد الكريم ولا أنت كمين؟ خلي بديل يعني، المهم يقرضها بدون فوائد. يا ريت طبعا، يا ريت لو في حد يقرض هذه المرأة قرض حسن ليس عليه فوائد، فيعني له الجزاء العظيم عند الله. طبعا على بياض. ليه بقى على بياض؟ احنا نقفل التسجيل بقى.